دكتور هادي تيمومي، مرحبا بك مجددا في برنامج للتاريخ. العملية في تونس ليست مثالا رائعا في البذل والعطاء. الخدام التونسي، أخبرهان أنت تعرف أن العمل اليدوي محتقر في تونس. أريد أن أركز معك في هذا الجزء الثاني من الحوار معكم دكتور هادي التيمومي عن قصة اشتغلت عليها وهي طبيعة الشخصية الأساسية التونسية في تونس. المشروع الوحيد اللي يمشي هو الهمهام الماكل. شفت التوانسة قديش عندهم مرادفات لكلمة جينيا. جينيا وكبي وكشوش وكيوم البوية. التونسي يموت على الشيخة وعلى الجو هذايا وتفشفيش. شوف الكلمات اللي اخترعها التوانسة متاع الأقبال الحياة، يفيز يبامبي يفشلم، الفلاح يقعد حياته كاملة الكسكسي والشكشوك والمحمص شوية شيشة. كل كسمة هذه كريسينية هرد بالك. تونس يحتفل بعيد الناس كل نخبة تونس في بداية القرن نخبة بتاع قعديات. المجتمع التونسي مجتمع محافظ الشخصي. وفي نفس الوقت مجتمع لذة. القرآن ما رسمش حدود لشارب الخمر، قال اجتنبوه معنا. والجريدية ما كتعرف أولوه قال لك اجتنبوه معنا شد جنبه ليل ونهار. دخلنا في أشياء معنا اللي تو قاعدين يتندروا بينا البرر. توها واحد ما ادري شنو يكتب بالخط لا تفهم ولا خط مغربي لا تونسي ينظر يكتب هو ولا عنده خطاطين في القصر. بيرم التونسي يوصف العاصمة تونس بمدينة الشتائم. أبو أحمد رب اللي مهجش من تونس. كيفاش برقيبة خرط عين المرأة؟ أسرج الدولة على قرعة الطريق. للتاريخ مع برهان بسيس، نهار الاثنين 8 متاع الليل على قناة التاسعة.